شو الأمراض الشائعة دكتور؟ أمراض الشائعة طيب نقسمهم أول شيء النزلات البردية. نعم. النزلات البردية وهي بتشمل مجموعة من الفيروسات. النزلات البردية بالعادة بتكون أخف من الإنفلونزا. حلو. النزلات البردية مثل فيروس راح أحكي أسمائهم بالإنجليزي. إيه خلنا نقول. راينو فيروس. أدينو فيروس بتشوفون مرات في المنتشر اللي حدا عامل فحص فيروسات ممكن نشوفه. راينو فيروس أدينو فيروس كورونا فيروس والسارس كورونا اللي هو الكوفيد. نعم. أوكي. هناك أيضا بعض الفيروسات كمان. إنفلونزا. إنفلونزا في نوعين إنفلونزا A إنفلونزا B. في نوع C ولكن قليل. ولكن إنفلونزا A إنفلونزا B. إنفلونزا A هو اللي بنغض المطعوم عشانهم A وB. بتكون بالعادة الإصابة بالإنفلونزا أقوى من النزلات البردية. الأعراض أقوى. عشان هيك إلها مطعوم وإلها دواء. النزلات البردية ما إلها دواء النزل البردية غير أدوية مصاحبة تخفف الأعراض. اللي خلاص نعرف إن هي مثل ما جرت العادة ترى 4-5 أيام بتأخذ وقتها وبتروح. بتروح. صحيح. الإنفلونزا لا بتكون أقوى وإلها مطعيم وإلها برضو دواء. وبعدين نيجي على الفيروس اسمه بالإنجليزي RSV فيروس هو الفيروس التنفسي المخلوي وهو من الفيروسات التي تؤثر عند الأطفال بشكل كبير على جهازهم التنفسي وتعمل عندهم للأسف التهاب قصبات وهو من أنواع الفيروسات اللي أحيانا في نسب قليلة يترك أثر. شو الأثر اللي يتركه؟ في وجد في نسبة أقل من 10% عند الأطفال اللي يصابوا بهذا الفيروس أنه قد يؤثر أنه على القصبات الهوائية يجعلها أكثر متحسسة أكثر لإصابات في المستقبل. نعم. إذن له علاج دكتور؟ العلاج هو فقط تسموه سبورت تريتمنت فقط لتخفيف الأعراض. هي البخار بخار بخاخ المرطب. وإذا لا سمح الله تفاقمت الحالة أكيد استخدم تبخير من نوع آخر. نعم. لكن والسوائل أكيد السوائل. الفيروس هذا له مطعوم ولكن يعطى لفئة محددة من الأطفال اللي عندهم لا سمح الله أمراض مزمنة رئوية أو أمراض قلبية في فئة محددة.